يعني ابتدينا العيد، خلينا نقول كل سنة وكلنا طيبين وكل المصريين طيبين وكل أقباط مصر طيبين يا رب، والعالم كله يبقى بقى الفترة الجاية بقى كفاية بقى في أمن وسلام وأمان وكفاية، بقالنا كتير كده في صراعات وحروب وكده. فيعني يمكن مع احتفالات عيد القيامة المجيد الواحد كده بيبقى عايز كده إيه يعني استقرار. فرحة العيد بتبقى حلوة، ولما بيبقى عيد في أمن وأمان واستقرار بتبقى ليها طعم تاني، بيبقى العيد عادي. بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتستعد النهاردة لترتيبات الاحتفال بعيد القيامة المجيد، هتكون في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. طبعا النهاردة بيبقى الصلاة والفطار إن شاء الله بعد صلاة عيد القيامة. فالكنيسة خطبت الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة إنهم يرشحوا عدد من أبناء كنائس كل القطاع للمشاركة في الصلوات، وإنهم يقدروا يحصلوا على دعوات لحضور الصلاة، وده بيكون الدعوات دي بتكون من خلال الكنيسة اللي بيتبع ليها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ايوه رشا، فعلا كل سنه طبعا وكل مصر طيبه الحقيقه. عيد قيامه مجيد اهم حاجه بتميز مصر، خلينا نقول ان هو التعايش. طول عمر تاريخ مصر قائم على فكره التعايش والمحبه والسلام بين كل شعبها، مسلمين كانوا او مسيحيين، وربنا يا رب يحفظ بلادنا من اي شر. خليني اقول لكم كمان ان الكنيسه وضحت ان مفيش اماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، يعني في ساحة الكاتدرائية مفيش مكان لصف السيارات، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات سواء بقى كهنة شماسة شعب الكنيسة، باستحب أي أشخاص يعني ما يكونش معاهم دعوات. وكمان انا عايز اقول لك يعني احنا طبعا عارفين ان هو يوم مهم جدا لكل الناس باختلاف معتقداتهم. من انت اتكلمت عن الكاتدرائيه هتفتح ابوابها النهارده ان شاء الله الساعه 7 الصبح، بوابه واحد مخصصه لكبار الشخصيات وكبار الزوار، بوابه ثلاثه مخصصه لبقيه الناس المصلين او اي حد من الشعب معاه دعوات عشان خاطر يدخل الكاتدرائيه، فهيكون الامر متاح. خلينا اقول لكم كمان مره ثانيه، بوابه ثلاثه مخصصه لعامه الناس او اي حد من الشعب، من سواء كان مصلين او بقيه الشعب ولكن معاه دعوه عشان يدخل الكاتدرائيه، بوابه ثلاثه بدايه من 7 الصبح، وبوابه واحد هي لكبار الشخصيات وكبار الزوار عشان برضو التكدس. طبعا هو لا المره دي صراحه في تنظيم واضح. خد بالك حته العباسيه برضو مش زي مثلا الكاتدرائيه اللي موجوده في العاصمه الاداريه، المكان وسط منطقه سكنيه، المكان مش واسع قوي يعني. احنا بنتكلم بوابه ثلاثه دي اللي هي على وحده الدمرداش، يعني يمكن نعدي عليها دي. أيوة بوابه ثلاثه اللي هيقدر اي حد يدخل منها. وفكره ان العربيات بقى والزحمه بتاعت العربيات وكل عايز باركينج، فكره ان هم ما بيدخلوش حد يركن جوه، دي فكره هايله جدا عشان يديوا مساحه كبيره للمصلين وامان اكتر. الكنيسه كمان قالت حاجه مهمه جدا، قالت ان اللي عنده اي احساس باي حاجه مرضيه دي مهمه قوي، يعني حاسس كده ان انت داخل لك برد، عندك شويه كحه، عندك شويه رشح، عندك مثلا جسمك وجعك حرارتك 38، يعني حاسس ان انت مش مظبط، يا ريت ترتاح وما تجيش عشان ما تعديش، لانه المكان بيبقى مكدس، بيبقى فيه ناس كتير، ما تعديش بقى ايه بقيه شعب الكنيسه اللي هيبقى موجود يعني. طبعا فده يعني يحافظ على سلامه باقي اللي موجودين عشان يقضوا عيد سعيد. يعني احنا اكيد ما بنستناش في العيد ان احنا عارفه ان هو لو حد حاسس ان هو تعبان شويه او بس ده عيد فانا عايز انزل اصلي وعايز اقابل اصحابي وعايز افرح فرحه العيد، ولكن ده ممكن يضرك ويضر ناس كمان معاك. وعايز اكل كمان معلم خمسة أيوة. الأكل بيبقى بعد الصلاة، يعني بيبقى الأكل الساعة واحدة. يعني خليني اقول لك فعلا ان يعني معالم الاحتفال بقى النهارده بتكون كتيره جدا، الناس تحتفل باشكال مختلفه، الفرحه بتبقى يعني الحقيقه الشعب المصري كله بيبقى فرحان مع بعض، لان عيد القيامه المجيد مع شم النسيم فمصر كلها بتحتفل بالاعياد، ودي فتره اعياد يعني. ففكره بقى شم النسيم يا رشا لا لسه اصبري على رزق، نروح بس عيد القيامه بكره وبعدين نطلع على شم النسيم. لا بس يعني عشان انا ابتديت اجوع،
انت عارفه ان وزاره الصحه عامله يعني على عامله شغل على جامد جدا. انت معايا يوم الاثنين على يوم شم النسيم؟ ايوه. عارفه لو جبتي لا هجيب عايزه تلحقني قبل ما اجي. عارفه لو جبتي بتاع الزلاجين الثاني تجيب لك قاعده. انت مستني شم النسيم بقى قد ايه؟ تعالى مش لازم تطلع معانا هقعد تعالى.